السلام عليكم واهلا بكم في الفيديو ده يا جماعه. هنشوف الغرزه دي ايه رايكم فيها. دي ضفاير كده رفيعه، وفي قلب الضفاير في اجورات كتيره، اجور زي الدنتله كده محرم. دي الغرزه يا جماعه، هنشوفها ونشوف الباترون. هو الباترون بتاعها بس بالانجليزي، انا هشرحه لكم وهمشي معاكم سطر بسطر. السلام عليكم واهلا بكم يا جماعه في الفيديو ده. نشوف الغرزه دي، دي غرزة ضفاير رفيعة بس قلب الضفاير في أجور مفرغة بالطريقة دي. هنشوف مع بعض شرح الباترون وطريقة الغرزة. باترون الغرزة دي يا جماعة هنا قصادي بس بالإنجليزي، الغرزة دي اسمها سكوتش راجوتينج كيبل، هي من غرز يعني الضفاير. ترجمتها مش لاقي لها ترجمة بالعربي، بس هي بالشكل ده زي ما وريتكم، شكلها حلو عجبتني قلت أوريها لكم. هنشرح الباترون. هي بتتعمل من مضاعفات، هو قال هنا كاست اون مالتيبل اوف 12 ستيتش بلس 8، يعني هنبتدي 12 غرزه زائد 8، يعني 8 لو العدد قليل يبقى 12 زائد 8 20 غرزه، او 12 تضربوها في 2 او في 3 وبعدين تضيفوا ال 8 في الاخر. انا عملت عينه هنا هشتغل عليها واوريها لكم، من 44 غرزة، يعني ضاعفت ال 12 3 مرات 36، 12 في 3 ب 36 وضفت ال 8 بيبقوا 44 غرزة. وعملتها على، كررتها مرة من السطر 1 للسطر 12، لأن هي بتتعمل على 12 سطر، من سطر 1 ل 12، بعد كده تكرروا من 1 ل 12 تاني. الأسطر الفردية 1 و3 و5 و7، دول وش الشغل، والأسطر الزوجية في ظهر الشغل. وهنشوف باترون الغرزة هنا شارحها بس بالإنجليزي برضو، ممكن أشرح لكم الباترون بالإنجليزي وأترجمه، عشان لو نزل عندكم غرز برضو مشروحة الباترون بتاعها بالإنجليزي تفهمه. فهنا هنا رو 1 رايت سايد، رو 1 يعني السطر الأول هيبقى من وش الشغل في الرايت سايد، والأسطر التانية هتبقى من الليفت سايد من الناحية التانية. فال زي ما قلت لكم السطر الأول أهو شرحه بي 2 يعني بيرل 2 يعني 2 مقلوبين، بعد كده علامة النجمة دي من أولها للنجمة هناك، ده التكرارات اللي السطر بيتكرر، يعني اشتغل 2 مقلوبين في اول السطر وبعد كده الجاي ده هو ده اللي بنكرره. فبيقول نت 2 وبعدين يرن اوفر وسليب سليب نت وبيرل 2، يعني هنشتغل 2 عدل، يرن اوفر يعني لفه، سليب سليب كي يعني اس اس كي دي يعني سليب سليب نت، يعني نسلت 2 سليب سليب، نسلت واحده والتانيه ونشتغلهم مع بعض، بيرل 2 2 مقلوبين وهكذا. هنا في السطر الثاني في حاجة تانية مكتوبة بالانجليزي اللي هي بي تو توجذر او تي او جي، دي يعني نشتغل 2 مقلوبين معا، ويرن اوفر اللفة، وقلنا البي يعني غرزة مقلوبة والكي يعني غرزة عدلة. وبنمشي في هنا رموز تانية لكي اللي هي سي فور اف، يعني ده هنشتغل هنا كيبل يعني ضفيرة من 4 غرز. هنمشي مع بعض سطر بسطر ونكمل ونشوف برضو الباترون بيقول لنا ايه من 1 ل 12. زي ما قلت لكم اشتغلت هنا من السطر 1 ل 12، هنبتدي من السطر الاول تاني. دول 44 غرزة زي ما قلت، اللي هو مضاعفات 12 3 مرات 36 زائد 8. هنبتدي نشتغل الغرزة من السطر الاول. هنشوف السطر الاول هنا بيقول لنا ايه، لو عايزين تشوفوا هنا في السطر الاول هنبتدي من وش الشغل نشتغل 2 مقلوبين مش بتكرروا، وبعدين اللي بتكرر 2 عدل ولفه وسليب سليب نت، يعني نسلت 2 ونشتغلهم عدل مع بعض، و 2 مقلوبين ونخلص 2 اند لغايه ما نخلص السطر كل الغرز. نشتغل السطر الاول اهو، لو نحاول نخلي الباترون قصادنا لو عايزين، ونبتدي نشتغل. نقرب كده، السطر الأول كان بيقول ايه، السطر الأول انا هخليه قصادي. هنشتغل، هنشتغل أول غرزتين مقلوبين مش بيتكرروا في أول السطر بس،
ادي اتنين مقلوبين اللي بيتكرر من اول اللي جاي ده لغاية ما اخلص السطر، اتنين عدلين. لفه خيط اس اس كي اللي هو الرمز ده اهو، سلت واحده سلت التانية واشتغلهم مع بعض اهو الطريقه دي. بعد كده بيرل 2 يعني بي 2 يعني اتنين مقلوبين، ادي واحد وادي اتنين. ده هنبتدي نكرر اللي بنعمله ده، نكرر اللي هو نت 2 ادي واحد يعني اشتغل اتنين عدلين، لفه خيط لفوق سليب سليب نت يعني سلت سلت اشتغل اتنين عدل مع بعض. بيرل 2 يعني اتنين مقلوبين ادي واحد وادي التانية، وهكذا هكرر لغاية ما اخلص كل الغرز. يا جماعة اتنين عدلين لفة خيط سليب سليب نت بيرل 2 ادي واحد مقلوبة والتانية مقلوبة، وهكذا خلص لغاية اخر السطر كل الغرز زي ما شفتوا كده. ده السطر الاول، وهنشوف السطر التاني بيتعمل ازاي من ظهر الشغل. خلصت السطر الاول كله يا جماعة، وهنيجي للسطر التاني من ظهر الشغل هنا اهو. وهنشوف رو 2. رو 2 يا جماعة انا غلطت وقلت ليفت سايد والرايت سايد يعني وش الشغل، والرونج سايد او رونج سايد، رونج سايد اللي هو ايه ظهر الشغل مش ليفت سايد. رو 2 من الرونج سايد لو كتبها لكم يعني هكتبها دبليو دبليو اس او ار اس رونج سايد. فهنشوف ادي السطر الثاني رو 2 بيقول ايه نت 2 يعني هنشتغل اتنين عدل مش بيتكرروا من بعد النجمه، ده اللي بيتكرر اللي بين النجمتين، مش عارفه اظهر لكم. ايوه النجمتين اهو، ده اللي بيتكرر. بيرل 2 يعني اتنين مقلوبين ولفة، وبعدين بي بي 2 توجذر يعني ايه يعني اشتغل اتنين مقلوبين معا، ونت 2 اتنين عدلين، ونكرر لغاية نهاية السطر. ده السطر التاني هنبتدي نشتغله مع بعض اهو. نشتغل نت 2 اتنين عدلين في اول السطر مش بيتكرروا، ده السطر التاني من ظهر الشغل زي ما قلنا، اللي هيتكرر اللي جاي ده اللي عليه الفوقين نجمة. بيرل 2 اتنين مقلوبين لفة خيط لفوق تاني اتنين مقلوبين معا، اتنين مقلوبين معا الطريقة دي. بعدين نتو قد اشتغل اتنين عدلين ادي واحد وادي التاني. ريبيت فروم هي مكان النجمة من نجمة لنجمة لغاية اخر السطر من اول النجمة، يعني هنشتغل اللي هو اتنين مقلوبين ملناش دعوة بالاتنين العدلين اللي في الاول كانوا مرة واحدة في اول السطر. لفة خيط تاني لفوق واتنين مقلوبين معاه واتنين عدلين واحد اتنين. بنكرر على كده، اشيل ده من قصادكو وكرر كمان مرة عشان تبقى الصورة واضحة ليكو. كرر من اول السطر التاني تاني لغاية الغرز ما تخلص. بيرل 2 يعني اشتغل اتنين مقلوبين، بعد كده لفة خيط تاني لفوق واتنين مقلوبين معاه، بعد كده اتنين عدلين بنزل الخيط واعمل اتنين عدلين، وهكذا اكرر يا جماعة ما بين النجمتين واخلص السطر التاني. ونيجي عشان نشوف السطر التالت. خلصت السطر التاني من ظهر الشغل ورجعنا في وش الشغل تاني عشان نشتغل السطر التالت. والسطر التالت في البطرون هنا بيقول تالت، والرابع بيقول ريبيت رو 1 و 2 هنا اهو يا جماعة. السطر التالت في البطرون هنا بس الإضاءة مش حلوة شوية. تالت تالت للرابع بنكرر واحد واتنين، يعني التالت يعتبر هو السطر الأول والرابع هو السطر التاني. نكرر تاني الأول والتاني، هنشتغل أدي التالت أكرر السطر الأول. كان السطر الأول في إيه بيرل 2 هنفتكر مع بعض. بيرل 2 يعني اتنين مقلوبين مش بيتكرروا في أول السطر، وبنكرر اللي ما بين النجمتين هيبقى فيه نجمتين اللي هي نت 2 اشتغل اتنين عدلين ولفة خيط يرن اوفر سليب سليب نت
تاني اهو، ويقبر لي تو، ونكرر تاني ما بين النجمتين اللي هو هبتدي اشتغل تاني عدلين، لفة خيط، سليب سليب نت، وبير لتو، وهكذا. هخلص تاني اكرر السطر الاول لو يعتبر السطر التالت، وهنيجي عشان نكرر السطر التاني اللي هو الرابع. خلصنا كده التالت والرابع، وجينا للخامس. يا جماعة وش الشغل الخامس، وده شكل الشغل كده من اول هنا، شكل السطر الخامس اللي فيه الضفيرة، وهستعمل تستخدموا الابرة اللي هي من اللي هي مفتوحة مدببة الطرفين، يا في ابرة للضفيرة، يا هعمل على بنسة، ابسط شيء اللي مش عنده ده ولا ده. هنشتغل وننقل الغراز عشان نعمل الضفيرة. فالباترون بيقول ايه في السطر الخامس يا جماعة؟ لو عايزين تشوفوا برضو اشرح لكم شرح الباترون. السطر الخامس اهو يبدأ باتنين مقلوبين مش بتكرره، وبعدين C4F اللي هي ضفيرة من اربع غرز هنعملها قصادكم، هي رمز السي ده الكابل يعني ضفيرة، ورباعية فرونت يعني F دي يعني فرونت يعني امامية، ضفيرة رباعية امامية هنعملها قصادكم، وبيرل تو اتنين مقلوبين واتنين عدين، ولفة خيط سليب سليب نت، وبيرل تو اتنين مقلوبين. بيقول هو ده اللي هيتكرر ما بين النجمتين هنا، وفي الاخر اخر تو لغاية لاست 6 ستيتش اخر 6 غرز بنعمل ضفيرة رباعية ونعمل بيرل تو يعني اتنين مقلوبين. هنبتدي مع الباترون ووريكم هنعمل ايه. يبقى السطر الخامس هنبدأه يا جماعة بيرل تو، هشتغل اتنين مقلوبين مش بيتكرروا اهم، اتنين مقلوبين مش بيتكرروا، وبعدين C4F اللي هو ضفيرة رباعية أمامية. بنعملها ازاي؟ بناخد غرزتين على البنسة أو الإبرة المدببة، إبرة تالتة زي اللي معايا دي، آخد غرزتين أخليهم قدام الشغل كده، وأشتغل الاتنين اللي بعدهم عدل. أدي أهو لسه ما يعرفش الضفيره بتعمل ازاي يا جماعه، ابسط ضفيره دي، وارجع الغرزتين تاني على الابره الشمال، واشتغلهم بعد كده، واشتغلهم عدل برضو الاثنين دول. دي اسمها ضفيره رباعيه اماميه. ليه فيها اربع غرز واتنين اللي بشيلهم في الاول حطيتهم قصاد الشغل امام الشغل مش خلف الشغل، في ضفيرة رباعية خلفية يعني بننزل الاتنين ورا ونشتغل بالطريقة دي. عملت الرمز اللي هو قايل عليه C4F يعني ضفيرة رباعية أمامية، كيبل فور فرونت اختصار ضفيرة رباعية أمامية. بعد كده اتنين مقلوبين اللي هو بيرل تو، يارن اوفر لفة خيط تاني. أنا آسفة يا جماعة، بيرل تو اتنين عدل، بيرل تو يعني اتنين مقلوبين وبعد اتنين عدل، وبعدين لفة خيط سليب سليب نت، سلت سلت شغل الاتنين عدل معا اهو. بعد كده بيرل تو اتنين مقلوبين، واكرر من اول الضفيرة الرباعية، هعملها تاني قصادكم، اخد اتنين على الابرة او على البنسة اسحبهم كده اهو، واشتغل الاثنين اللي بعدهم حطيتهم قصاد الشغل قصادي، اشتغل الاثنين اللي بعدهم عدل، وارجع الاثنين تاني على الابرة الشمال وارجع اشتغل. اشتغلهم تاني عدل كده، عملت الضفيرة. بعد الضفيرة بكرر واعمل اتنين مقلوبين اتنين عدلين، لفة خيط سلت سلت شغل عدل مع بعض اتنين مقلوبين، وهكذا هتكرروا
لغاية نهاية السطر، يبقى السطر الخامس كده خلص. نيجي عشان نعمل السطر السادس. السطر السادس في الباترون اهو يا جماعة بيقول ايه؟ repeat two، repeat row two، هنكرر السطر التاني. اخلص بس انا السطر الخامس ده ونيجي للسطر السادس اللي هنعمل فيه اللي عملناه في السطر التاني. خلصنا الخامس يا جماعة اللي كان تكرار للتاني، وزي ما قلت هنشتغل من اول السابع للعاشر، هنكرر السطر الاول والتاني مرتين. خدوا بالكم، كرروا اول والتاني مرتين كده ليكون وصلنا من السابع للعاشر. هكررهم وارجع لكم عشان نعمل السطر الحداشر. يبقى هشتغل من اول السابع للعاشر، هكرر الاول مرة والتاني، وبعدين اول تاني والتاني اللي هي السطر الاول والسطر التاني مرتين، وارجع يكون هنعمل السطر الحداشر. اشتغلت يا جماعة من السابع للعاشر زي ما قلت لكم. من السابع للعاشر عبارة عن اربع اسطر، السابع والتاني التاسع والعاشر، بتشتغلوا بتكرروا واحد الاول السطر الاول والسطر التاني، السطر الاول والسطر التاني يعني مرتين كده. اربع اسطر خلصناهم السابع للعاشر، وهنشتغل السطر الحداشر. وبتأسف لكم لان الخيط عينة الخيط دي خلصت، عملت خيط بس اصفر غامق وتخين شوية، هكمل بيه. عادش الا السطر الحداشر والسطر الاتناشر. السطر الحداشر في الباترون بيقول اهو يا جماعة، السطر الحداشر بيرل تو المقلوبين ما بيتكرروش، بعد النجمة ده اللي بيتكرر. نيت تو يرن اوفر سليب سليب نت بيرل تو سي فور اف، يعني ضفيرة برضو رباعية وبيرل تو، وبنكرر لغاية اخر ست غرز بنشتغلهم اتنين عدل ولفة وسليب سليب نت وبيرل تو. هنشتغل مع بعض السطر الحداشر ده على حسب الباترون بتخلوه قصادكو، هو هنزله في اول الفيديو او ممكن كمان في اخر الفيديو هشوف هنزله لكم. السطر الحداشر اهو هنعمل بيرل تو، حابين اجيبه قصادي هنا واحنا بنشتغل برضو اهو، ياك يكون باين بقى كده. السطر الحداشر هشتغل بيرل تو، يعني اشتغل اتنين مقلوبين مش بيتكرروا في اول السطر. بعد كده اللي بيتكرر بعد النجمة اهو نت تو، اتنين عدلين لفة خيط سليب سليب نت سلت سلت، شغل عدل مع بعض الاتنين اهو. بعدين بيرل تو اتنين مقلوبين اهو، مكان الاتنين مقلوبين بقى باين الشغل يا جماعة، اتنين مقلوبين وبعدين الضفيرة الرباعية اهي. انا جبت الابرة مدببة تالتة اهي طرفين اهي، هاخد اتنين كده احطهم قصاد الشغل كده وابتدي اشتغل الاتنين التانيين. هما الثلاثة الابرة ناعمة اهي، البنسة افضل اهي، خليها كده دلوقتي واشتغل الاتنين التانيين اهو. اللي لسه ما يعرفش الضفيرة، لكن اللي عارف الضفيرة واشتغل قبل كده سهلة طبعا اهو، اشتغل الاتنين التانيين وبعدين اخد الاتنين اللي على الابرة اشتغلهم من على الابرة على طول اهو. دي الضفيرة الرباعية الامامية، يعني مكون من اربع غرز وبخلي الاتنين قدام الشغل على الابرة اللي بشيل بيها. بعد كده بيرل تو في اتنين مقلوبين بس، بكرر بقى من اول السطر تاني اول اتنين عدلين، اتنين عدلين لفة خيط سليب سليب نت سلت سلت، شغل عدل اتنين مع بعض اهم. بعد كده بيرل تو اتنين مقلوبين
والضفيرة هشيل بقى من قصادنا هنا يبان، الضفيرة هعملها تاني برضو الرباعية اهم، شيل اتنين اهم خليهم كده قدام الشغل، واشتغل اتنين اللي بعدهم الطريقة دي، بعدين ارجع اشتغل الاتنين اللي على الابر اهو. عملت الضفيرة الرباعية، هعمل اتنين مقلوبين اهو بقى الشغل واضح، اتنين مقلوبين وهكذا هكرر لغاية اخر السطر، لغاية اخر 6 غرز بنشتغل اتنين عدلين ولفة وسليب سليب نت وبرل، يعني برل 2 و2 مقلوبين. ونيجي للسطر ال12، بعد السطر 11 جينا للسطر ال12، والسطر ال12 في الباترون بيقول لنا ايه، السطر 12 ريبيت روتو، هنكرر السطر التاني كمان مرة اهو، السطر التاني هنكرر السطر التاني اللي هو هيبقى في ظهر الشغل، نكرره مع بعض اللي هو 2 عدل، ده السطر ال12 يا جماعة بنعمل فيه السطر التاني، 2 عدل ما بنشتغلهمش الا في اول السطر بس، بعد كده 2 مقلوبين لفة خيط، 2 مقلوبين معا نتو، 2 عدلين وهكذا بنكرر، 2 مقلوبين لفة خيط، 2 مقلوبين معا اتنين عدلين، والشغل بقى واضح قصادنا اهو بالطريقة دي. يكون ده السطر ال12، خلصت كده السطر ال12 يا جماعة، ودي شكل الغرزة اهي معايا، معلش في اختلاف اللون اللي فوق ده، بس اهي الغرزة وضحت قصادكم، كررتها لكم كده مرتين يعتبر، يعني دول 24 سطر يتكرروا تاني من اول واحد ل12، يعني انا كنت عاملة 12 سطر هنا وابتديت واشتغلت 12 كمان، وبقى ده شكل الغرزة. سيبكم الجزء الفوقاني ده، هي الغرزة قصادكم يا جماعة، تكرروها من 1 ل12، هي الاسطر طويلة شوية بس اغلبها كلها تكرار، بنكرر الاسطر، في اسطر كتيرة متكررة اهي، غرزة حلوة وجميلة. وانا شرحت لكم البطرون، يا رب تكونوا فهمتوا كل حاجة، وبشكركم جدا للمشاهدة، كل اللي شاف الفيديو بشكره، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير، ومع السلامة، هقابلكم في فيديو جديد ان شاء الله.